هاي الصورة غير حقيقية أبداً أبداً. هاي من الذكاء الاصطناعي صممها من الصفر. اتجاه يا الله هاي أعطاني لا إذا قدر يحلل إنه واو واو حتى هون ما أخذ الانعكاس هي هون إذا شايفينه أيوة ما فهمش حلو حلو سلكت يكفي إنه كل البيتزا صارت شرحة بيبروني ماشي. عارف القلق اللي صار امبارح من ادوبي دمج الذكاء الاصطناعي ببرامجهم الادوبي فوتوشوب؟ بس والله ما ملح الموضوع جدا سريع، فبدي احاول اليوم افرجيكوا استخداماته بس ونفهم شو اللي اختلف. ما كان في ذكاء اصطناعي موجود ببرنامج الفوتوشوب من زمان، ايش اللي اختلف عليه وايش الاشياء الجديده اللي راح نعملها، وهل فعلا المصورين والمصممين انتهت مهنتهم؟ خلينا نشوف شو راح يصير هلا. فبدايه نشرح الذكاء الاصطناعي القديم اللي كان موجود ببرامج ادوبي اللي هو ادوبي سينسي، هيك كان اسمه. فكانت فكرته كالاتي: مثلا انا عندي لوحه الموناليزا هون بدي ازيدها من الجنب من هون، فشو كنا نعمل؟ نحدد هاي المنطقه واعطي امر للفوتوشوب عبي لي هذا الفراغ عن طريق اشي اسمه كونتنت اوير. اوير يعني وعي، وكونتنت عنده وعي بمحتوى هاي الصورة. فبسك بسكة شو بيعمل الفوتوشوب؟ بحلل الصورة وبحاول ياخذ بيكسلز او معلومات من هون مثلا ويعبيها لهاي الجهة. فبتلاقي في اشياء مكررة، مثلا نفس هاي البيكسل اللي هون مكررة هون وهون ولا اخرين. هاي الشغلة الاولى. الشغلة الثانية كانت بالتنظيف الحبوب او الشوائب اللي بالصورة. لكن مثلا اذا بدي احدد عين الموناليزا مثلا وبدي اعمل فيها اشي، بعمل كونتنت اوير بحاول اعبيها من وجهها ويرجع. هاي هي كانت الذكاء الاصطناعي القديم. هلا شو اللي تغير؟ اللي تغير انه دخل تقنية جديدة اسمها ادوبي فاير فلاي. هاي حرفيا الذكاء الاصطناعي هون بخلق بيكسلز جديدة من الصفر من العدم. فأنا بعطيه أمر أوسع الصورة من هون، هي هالقد بدي أوسعها، وبحدد هاي المنطقة بقول له جنريتيف فيل، وبدنا نبلش بالبيسك، ما بدي أكتب شيء بس بكبس انتر. فشو بعمل؟ بحلل الصورة، بفهم شو فيها، في جبال ورا لون أخضر، الموناليزا لابسة أسود، في لاندسكيب وراها، بروح برسم وحسب النمط الرسم والظلال والضوء برسم إشي نسخة عن هاي الرسمة وبركبه. تمام، مش نسخة، سوري، اشي جديد طلع هاي النتيجة. اوكي، وغير هيك بيعطيني اكثر من خيار. هاي النتيجة الاولى، هاي النتيجة الثانية، هاي اشياء اصلا مش موجودة بالرسمة لكن نفس الستايل، وهي النتيجة الثالثة. واو، هاي خرافية، هاي لسه احنا بنحمي. تمام، بقدر اكمل من فوق على السماء. خلينا ناخذ المرحلة اللي بعدها، انه نعبي الفراغ ونوصف الفراغ. فانا بقدر اكتب له كلاودي سكاي، اشي بسيط جدا. فنفس الاشي بحلل الذكاء الاصطناعي انه هون في سماء ولون الرسمة الاخضر، بروح برسم مع الظلال والضوء، لانه لاحظ انه برسمة الموناليزا بلوحة الموناليزا الضوء جاي من اليسار الكي لايت تقريبا. هاي اعطاني اعطاني نفس الستايل السماء. خلينا اشوف اذا عملت زوم. لا في خطأ هون، هلا بحكي لكم عنه ايش هو. لاحظوا انه الغيوم مبكسله، الصوره خربانه، كمان شوي بحكي لكم عنها ليش. بدي تشوفوا ايش الذكاء الاصطناعي الجديد. ها، مش جديد، هاي حقبه جديده في عالم المصممين والمصورين. هون مثلا اشي بسيط جدا، صهيب عبد ربه، انت بدك تكون الموديل، دبر حالك. خلينا نجرب اشي بسيط جدا، بدي احدد الراس، بدي اقول له يعطيني طاقيه حمراء، بس بدي اقول له بدي طاقيه حمراء. بدي تركزوا معي انه الاضاءه جاي من اليسار، اوكي، هي من هاي الجهه جاي الاضاءه على الموديل، والظلال لليمين، الظلال شوي غامقه. يعني اللي بعمل كومبوزيتنج المعتاد، انا بعرفش اذا انت جربت هذا الموضوع او لسه، انت بتعرف كم باخذ معنا شغل. اوكي، هاي النتيجه الاولى فيها اخطاء بسيطه، هاي النتيجه الثانيه، هاي النتيجه الثالثه. طلعوا كيف راسم الاضاءه، هاي الضوء من هون، الظلال على الطاقية من هاي الجهة جاي. نشوف هاي الصورة، بدي هاي الوردة أبدلها بوردة ثانية. يعني بتحدد إشي أنت أصلاً وتيجي بتقول له بينك روز، بس هاي تصوير نور مسلم. فنفس الإشي تطلعوا الإضاءة من اليسار، الدروب شادو أو الكونتاكت شادو. أشوف هاي النتيجة، حول الله، هاي النتيجة الثانية وهي النتيجة الثالثة. هاي ممتازة، هاي النتيجة رائعة. طيب نضيف كمان بينك روز هون، هاي كمان بينك روز. يلا خلينا نشوف اذا راح يتعرف انه اوت اوف فوكس الوردة ورا صحيح. اوت اوف فوكس، نشوف هاي النتيجة. لا هاي ان فوكس مش ظابطة. اوه هاي جميلة، بس هاي مش بينك،
هلا زي ما حكيت لكم هاي لاير لحالها، فبقدر ادخل على هيو ساتوريشن، اكبس على لون الورده واغير الهيو وازيد الساتوريشن واللايتنس مشان افتحها زي هيك وخليها قالبه على بينك. فتعديلات الفوتوشوب موجوده، هاي تعتبر لاير وبقدر اضيف عليها الجازيون بلاير كل شيء. فهاي هي النتيجه. شوف واحده ثانيه، عندي الصوره غير متوازنه اذا بدنا نعتبرها، في عندنا وزن بصري هون وهون وهون، بس بدنا نضيف شيء على هاي الجهه. تمام، فخلينا نضيف، بدنا لون خريف، نضيف ورقة شجر، فخليه يضيف لنا هيك اوراق خريف متساقطة من الشجر بس على هاي الزاوية. نشوف راح يحسب موضوع الاوت اوف فوكس اللي هون، وراح يقدر يعرف انه الخلفية بعيدة، يعني الظل الساقط ما راح يوصل للخلفية، فبدنا نشوف راح يستوعب هذا الاشي او لا. اوكي ضعيفة صراحة، هنشوف هاي، لا ضعيفة ضعيفة ضعيفة، لسه ما مش مستوعب ما اخذ اوت اوف فوكس بس ضعيفة، لكن انا بقدر اعدل عليها. هاي فلتر، نقدر احنا نعمل تحديد على اللاير يعني عادي. في عنا السمارت او الاي اي سيليكشن بحدد الورق هسه، ممكن نخليه اوت اوف فوكس. اه صحيح، عم بواجه مشكله كمان انه الصوره ما تكون هاي ريزوليوشن، راح نحكي عنها كمان شوي. فهلا بروح على فلتر وبخليها اوت اوف فوكس، هذا اولا الجازيون بلاير شايفين، بخليها اوت اوف فوكس. الحواف لسه حاده، هلا بعدلهم ما في مشكله. هاي اوت اوف فوكس، وبروح على الماسك نفسه عادي بتنزل سمارت فلتر. هاي الحواف بدي اخليها كمان اوت اوف فوكس زي هيك. تمام، نحركها لفوق بما انها لاير لحالها، ونلعب بالوانها. هي هيو ساتوريشن لانه كثير كثير ساتوريتد الاوراق، فخلينا نموت الوانها شوي. هاي بكرسون، ونلعب بالساتوريشن، ايوه تقريبا زي هيك. واللايتنس خليها معتم شوي، مش واصل هذا، وخليها زي هيك. اه بس نوازنها. تمام، جميله يا الله. طيب لو ضفنا الشمعة حركناها من هون، ضفنا أو نضيف شمعة طويلة مثلا، فنشوف هون يلو كاندل، بس بدي أضيف شمعة صفرة ويبدل هاي كاملة. ها نشوف، حلو. هاي النتيجة الثانية، هاي النتيجة الثالثة، رهيب رهيب. طيب نشوف هذا الخيار. هاي الصورة لمحمد البابا، ودائما انا بستخدمها بالسلايد شو لما اشرح للطلاب عن تسويق المنتجات. بس في عندي مشكلة انه هاي الصورة بالطول، وعندي السلايد شو لما اشرح للطلاب على التلفزيون بتكون بالعرض، فخلينا نجرب نخليها بالعرض. انا السلايد شو عندي 16:9، بشكل او باخر بدنا نعبي هذا الفريم، فخلينا نحاول. ما بدي اكتب بس بدي اشوف الاساس، نجرب ابسط شيء انه يعبي لي هذا الفراغ من عنده. هي انتر بدون ما اكتب شيء، راح يتعرف على الطاقيه وعلى الضوء الحاد والظل الحاد ونسبه الضوء. يعني هون بنحكي عن اشياء انا كنت اعطيها ككورس، الكومبوزيتنج، الكونتراست، قد ايه الظل يكون غامق، اذا الضوء حاد او الضوء ناعم، اتجاه الظل. يا الله يا الله، انتم مستوعبين انه هذا الجزء بالكامل مش موجود؟ هل هاي الاخطاء البسيطه هلا بنعدلها؟ بنقدر نرسم هون مثلا، يا الله، على الشط بنحكي عن ايش هذا المنتج، سنتان اكيد يكون في مثلا بشكير، هاي بلو خليه لون ازرق كمان. تمام، بدنا منشفة او لا، بدنا جزء من منشفة مش كلها، صحيح. هاي بروب بارت اوف اللايت بلو تاول، لانه هاي الاشياء من الذكاء الاصطناعي يعني يخلف عليه يطلع كمل الطاقيه مع طعجاته مع اللايت. انا اللايت لحاله قصه حتى استوعب. استنى شوف شو اعطانا، يا الله. وال واكثر من خيار، هاي الثاني هاي الثالث، يا الله. يعني هون مستوعب انه هذا كيرف في الطاقيه، فما بيكون ضوء حاد بيكون ناعم. بدنا ننتبه لشغلة، تطلعوا البيكسلز هون كيف واضحة 100% التفاصيل، وهون خربانة. في شغلة بدكم تنتبهوا لها لما تستخدم الذكاء الاصطناعي، انه هو يفضل يكون 1000 المربع اللي بدك تعمل له فل او جنريتيف فل، يكون 1000 ب 24 ب 1024 ماكسيموم. اكثر من هيك يعني هون 1000 ب 1000، اذا انا اعطيته اكثر من هيك بروح بعمل له سكيل اب بخرب البيكسلز. فيفضل بهاي الحالة انه انت اذا بدك تعبي فراغ بمكان تاخذهم 1000 ب 1000، فمثلا هاي 1024 حتى نكون دقيقين، وبترقعها شوي شوي واحده واحده مشان تطلع البيكسلز ممتازه ما تخرب الصوره. بس شوف النتيجه، يا الله. هاي الصوره لمحمد البابا حبيبي، اسف ما ذكرت اسمك لما بلشت فيها. هلا ايش الحلو؟ انا النظاره مثلا مش عاجبتني، هلا برجع بعدلها. يا كمل الورقه،
راح يعرف انه هاي نهاية ورقة، راح يقصها ويعبي لي هذا الفراغ. هنشوف بما اني مش معطيه معلومات، المفروض يرسم الظل ويرسم الارضية الارخام لحاله. واو، هلا البكسلز اللي هون بتكون ممتازة لاني ما تجاوزت ال 1024 ب 1024. لا يا الله، لا ميز يا باي. هذا الخيار الاول، هاي الخيار الثاني، الخيار الثالث، حتى ظل. يا الله يا الله، نكمل على الالف يا باي. يعني هون في عنا مشكلة انه تكوين الصورة هون صار فاضي، فهات نعبيه من مرة. فخلينا نعبيها باشي طالعين على البحر، ايش ممكن يكون معهم؟ تريب لانش باسكت مثلا. اوه لحاله عبى الجزء، يا الله. او هاي كمان، هاي حلوة، هاي احلى واحلى لسه. طيب هون ايش نحط هون؟ هات 1000 بكسل ب 1000، مش عارف شامبو، يا ممكن. اه بس هون المشكلة وين؟ الشامبو والبادي لوشن، اي منتجات عليها كتابة راح يواجه مشكلة بالكتابة اتوقع، ما هي من الاوبن اي اي، فراح يعطينا منتجات لكن الكلمات عليها راح تكون غلط. يا الله، لا مش هيك كنت بتخيل، بس واو، هي اعطاني اياه بدون اصلا طلع الشام يا ابن الذين. طيب اعطيني اياه مش اورنج، يكمل على اللون، بدنا اياها بلو، خليه يكمل على لون المنشف اللي هون. معقول لو اعطيته الهكس كود للون بالضبط راح يعرفه؟ هاي هاي لازم نجربها، ضروري نجربها. يا الله طلع هاي النتيجة، ما أحلاها. ومش مش حاط تكست أصلا، يعني اختصروا على حالهم الموضوع. طلع يا جماعة الخير، انتوا فاهمين هذا الاشي كله غير حقيقي، احنا بلشنا من هون من هاي الصورة. طلع مشان تستوعب شو اللي عم بيصير، صورة بالطول ضفنا عليها هذا الجزء من اليمين، بعدين ضفنا منشف زرقة، بعدين رقعناها كملنا ترقيع، ضاف لحاله العرق اللي من الوردة، ضفنا الباسكت السلة، بعدين ضفنا هاي العلب المنتجات اللي تحت، وحتى لما نقص الظل قصوا عن الأرض ما كملوا. يا الله طلع، يعني خليني أشد حالي، هاي النظارة بدي أبدلها بإيش، في لون يكسر الجو كله، الموت كله، بديش لون بني ولا لون أزرق، صار كثير green light green sunglasses رح يفهم الزاوية، يعطيني النظارة بالكامل من الصفر. آه صح، خلينا نجرب هلا يعطيني لون بالضبط، يعني أنا بدي لون أزرق الهكس كود تاعه بالضبط يكون. يا عفو الله يا عفو الله، شوف هاي يا باي. يعني اللي بدي اوصل لكم اياه كمان، هاي لسه ما حكيتها، انه انا اذا مش عاجبتني هاي النظاره، هاي اللاير هاي سمارت اوبجكت تعتبرها، بتقدر تعدل عليها كمان مره، فبدل لايت جرين هاي لايت ريد يا عمي. ها وهي الجنريت على نفس اللاير على نفس الماسك. يا اخي الموضوع كثير اوفر جد، احنا داخلين حقبه مختلفه تماما. طلع خلص، مش عارف شو احكي، سكرت معي مش قادر. طلع لايت جرين، هذا الخيار الاول، هذا الخيار الثاني، هذا الخيار الثالث. محمد البابا يا ريت اذا حضرت هذا الفيديو ابعث لي رايك، بس انا اشوف شو عدلت على صورتك حبيبي. يا الله. طيب نجرب الكود. طيب خلينا نحط هون مثلا، خلينا نشوف راح يلقطها. قطعة اواعي بدرجة الاحمر الفاقع جدا زي النظارة اللي هو اخذت الكود تاعه، راح يميز. انا ما اعطيته لون احمر، قلت له color of FF3300. اوه اخذ البينك، اوه طلع يا الله، بس ما اعطاني الاحمر. طيب لو جربت اغير الهكس كود للون الاصفر، ايش هو اللون الاصفر؟ هات خلينا نشوف الكود تاعه. اوه علق البرنامج، عشان هيك هو لسه بالنسخة التجريبية. هي اعطاني لودينج، شكلي زودت عليه. طلع كم جنريتيف لاير، فقع دبسن. طيب هلا برجع شغله. طيب يا حرام انصدم، ده اتصدم يا عين. خلاص عادي، خلينا ننطلق. رجعت ريكفرد. رجعها حلو رجع لشت... ما ضاعش تعب يعني. طيب احنا وصلنا لصورة محمد البابا هون، وكانت اخر هون اخر قطعة. اذا لقط الهكس كود هاي راح تساعدنا كثير كمصممين ومصورين. ما لقطها، حلو. لا لقطها بالثانية لقطها بالثانية، اعطاني اكثر من خيار بس هاي احسن، ما لقط الهكس كود. طيب نشوف الصورة الثانية، طلع وين وصلنا. يعني احنا بس بدي تستوعبوا من هاي الصورة لهاي الصورة. نشوف هاي الصورة، هاي الصورة اللي عطى الشاعر كان او عبد الرحمن سعور، سوري، لانه انتوا الاثنين اظن اشتغلتوا عليها حبايبي. هاي شيفينج كريم، يعني كنا بنتعلم ستايلينج، لسه ما دخلنا بتكوين الصورة ووزعنا مشاهد. فهلا انا بدي ازين لكم الصورة، تمام؟ خلينا مثلا نضيف هون شوكليت ناجتس مثلا، هاي النتيجة الاولى، هاي النتيجة الثانية، هاي الشوكليت ناجتس هاي اللي بدي اياها، تمام. تمام. طيب خلينا نضيف هون كاب اوف ميلك بس مثلا، هيك ممتاز. هذا الخيار الاول، هي الثاني،
لا استنى، ايش هذا اللي انا شايفه؟ انعكاس الصحن؟ لا بتمزح تمزح، ولا اشي ماخذ انعكاس الصحن كمان؟ يا الله، لا اذا قدر يحلل انه واو واو، حتى هون ماخذ الانعكاس. هيو هون اذا شايفينه وال، بس ما طلع الكيكة. مشيله يا اهليه، مشيله يا يا الله يا الله. طيب هون كوكيز مثلا، شوكليت شيب كوكيز. يا الله قادر ياخذ الانعكاس هذا الحكي. هاي الكاسة عبين ما الاقيها على الانترنت، عبين ما اقصها، عبين ما اجي اركبها واحط لها ضوء وظل وانعكاس، هذا يمكن ياخذ معي الشغل ساعة. ناقصة. يلا شوكليت شيب كوكي، روح يا زلمة كملها. ايش نضيف هنا؟ وايت فلاورز. بدنا ورد ابيض وايت. يلا فكرة انه حاسب الضوء والظل، هاي لحالها قصة، هاي لحالها قصة يا عمي. يوه. اللي اخذوا معي دورة، طلع اللي اخذوا معي دورة الكومبوزيتنج، طلع شو صار بالذكاء الاصطناعي هسه. هاي الثانية وهي الثالثة، هاي الثالثة أحلى. يا الله، هاي خلينا نضيف هنا شوكة فورك. بس أنا مبسوط لأنه هذا رح يفيدني كثير بالشرح للطلاب، تمام؟ كثير رح يفيدني بدورات لما أجي أشرح لهم. تخيل نحط هون كاسة، تخيل لو عكسنا خلينا الكيك على اليمين. طلع الشوكة، يو شوكتين هون. أوكي لا، هاي البيرسبكتيف تاعها غلط، هاي أصح ولا إشي. طلعوا كيف كانت الصورة، هيها هيك الصورة الأصل. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، مش طبيعي مش طبيعي. هون هلا في بالستوريز امبارح، شكرا زيد عبيدات، هاي الصورة لهبة. شو عملت؟ حطيت حبة بيبروني، يعني حددت هون مثلا بيبروني سلايس، اوكي؟ فقلت له بدي شريحة بيبروني هون. هلا بدي احدد اكثر من مكان، هذا اللي عملته امبارح، بدي احدد اكثر من مكان وعبيهم كلهم شرائح بيبروني بس ما زبطت. فاقترح علي زيد انه لازم احدد البيتزا كلها واقول له انه يعبيها بشرائح بيبروني. طلع اوه هاي بندورة اولا مش بيبروني، معقول انا كاتبه غلط؟ شكلي كاتبه غلط. فاللي كنت احكيه انه انا حددت اكثر من مكان زي هيك وطلبت منه يعبي لي اياهم شرايح بيبروني، ما زبطت، ظلت زي ما هي يعني ما تغير عليهم شيء. فالفكره انه بدي احدد البيتزا كلها، تمام؟ خلينا نحددها زي هيك. هاي من ادوات الذكاء الاصطناعي القديم، مش هسه لحاله بيعرف البيتزا بيحددها هسه. وحتى القطعه اللي فوق خلينا نشوف باخذها ولا لا. بلس هاي اخذها سيلكشن، تمام؟ هاي سيلكشن عادي بس مشان اضيف المنطقه اللي هون، وبدي اقول له يضيف شرايح بيبروني. اوكي بس انا كاتبه غلط، خلينا نستأكد منها. بيبي روني سلايسز، بس يعبي لي اياها شرحات بيبروني. خلينا نشوف شو رايه يعبي لي اياهم. بس هيك راح يبدل البيتزا كلها صح؟ معقول يفهم انه لازم يحط على البيتزا من فوق قطع؟ اذا فهم صراحه بدي افجر حالي هسه. ايوه ما فهمش. حلو حلو سلكت. هيك فهم انه كل البيتزا صارت شرحه بيبروني. ماشي يا عم بمشي لك اياها. ايها سوري، هاي اللاير اللي فوق اللي انا عملته من قبل، هي شرحات بيبروني، فهم انها بيتزا، بدي شرحات مع الصوص بس ما ضاف عليها نفسها. ما زبطت يا زيد، ما زبطت. ها سلكت، الحمد لله سلكت. يلا بس اذا عدلت عليها وقلت له بدي بيبروني بيتزا مش سلايسز، هات بيبروني بيتزا، هات خلينا نشوف. يا كبير قسمها، يا الله يا، واكثر من خيار. هي الثاني، هي الثالث، فاهم ان ايش هي القصة اللي هون؟ ايش هي مشكلة من البيتزا؟ استنى لا لحاله اخترعها. ما طبعا شركة ادوبي عندها ادوبي ستوك، عندها ستوكات صور قد الدنيا. يا الله طلعوا قبل بعد. هاي الصورة لاسمة كنت دائما استخدمها عندي بدوراتي لما اشرح عن تكوين الصورة، تمام؟ لكن هاي المشكلة انه الصورة بالطول، انا سلايداتي لما اشرح للطلاب بتكون بالعرض. فها اخيرا اجى الوقت اني استخدم هاي الصوره. هي داخليها هيك بالعرض، راح يفهم انه هذول ايدين. هات خلينا نشوف شو راح يعبي. راح يفهم انه جكيت وهي ايديها مثلا. هاي لحالها قصه، موضوع جد. يا الله فهم انه هاي ايدها. هاي مبدا جنريتيف فيل، هاي خلص اسود وخلصنا. يا الله زي ما حكيت الذكاء الاصطناعي معاه مشكله بالاصابع مش بالايدين، وحاسب اوت اوف فوكس. طلع من وين ماخذ الفوكس؟ ساحب اوت اوف فوكس، اوت اوف فوكس، بعدين هون كمل الفوكس. هاي كملت. خلينا نشوف هذا الجزء، مع انه هاي كثير صعبه زاويه الايد، يعني يا دوب بس الكيرف راح يبين المفصل. بس انا ما كتبتلوش شيء، هو يعبي لحاله، هو بيكتشف محتوى الصوره وبيحاول يعبي من حاله. شو النتيجه؟ هاي طلع كمل الايد. انا بدي تشوف كيف كمل المفصل، يعني هي الصوره موقفه من هون، كمل المفصل out of focus light shade، طلع الصورة كيف كملت. بس هنا ممكن نواجه مشكلة بالإيد، بس خليه يرجع يحددها مثلا. هاي أحسن. واه بديش أطول عليها كثير، نشوف الصورة اللي بعدها. طلع هاي كانت هيك، صارت هيك ولا إشي. هاي الصورة مصوريتها سما،
بس هاي دعيد اللي عملته بالستوري، اظن كان نفسه تولع شمعة بس ما لحقنا وقت تصوير الكورس. تفضل ياسم، هاي ضوي لك فيها شمعة. ها هاي دا حدد هون، هاي دا اعطيه امر. تفضل هاي الشمعة ياسم. هاي مشان ما تظل بنفسك ماخذ البيرسبكتيف. صح الشمعة صح، موضوع رهيب رهيب رهيب. كاس القهوة طلعوا، هاي بدي اعبيها. خلينا نغير هاي. يا الله هلا لما ابلش اشرح للطلاب. ياو طلع النتيجة. يا عفو الله يا عفو الله. هون ما كانش عاجبني كمان، خلينا نبدلهم ب بينك روزز ممكن، بس راح ياخذ البيرسبكتيف راح يبينهم للكاميرا اكيد، ما راح يبينهم من ورا يعني. شو يا الله طلع هاي. اشوف الخيار الثالث طلع احلاها. لا استنى شوي، هاي كانه ماخذ نفس كيرفاتها. هي 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 ايش اللي عمله هون؟ ماخذ نفس الكيرفات نفسها ماخذها هون ومعبيها مع نفس التوب اللي هون معبيه مع هاي اللي هون. هاي غريبه شوي من الذكاء الاصطناعي. اوكي مش زعلان، بس هاي لازم اعطيها فيدباك. بس هاي الورد طلع احلاها كانت هاي، او حتى هاي. هاي جميله جميله جدا. يا الله هي هون خلينا نحط باول اوف فريش ستروبريز. اوكي ستروبريز فريش ستروبريز هيك ماشي، بمشي لك اياها مع انه هاي بيريز بالكامل يعني، بس اخذها ابيض ماشي. عبالي اياها كلها. بدي تبدلها ايش ممكن مع الكيك والكذا. بدنا عصير، بديش هالمزرقه، بدي عصير. يا عفو الله يا عفو الله. وال هون في غلط بالممسك، كانه ماخذ السوفت بوكس. طلع ماخذ السوفت بوكس مع هايلايت. طب من وين جاب الاضاءه؟ كيف عرف عن الاضاءه؟ هي امبريلا مش سوفت بوكس صح؟ من وين حللها؟ ما في اي شيء بالمشهد بيثبت الانعكاس. يا ابن الذين هون ايش الانعكاس المحطوط؟ ما في. هاي اصح وحده بالنسبه لي. هات خلينا نختمها ونضيف هون مثلا كلوث، بدنا قطعه قماش. بس قط يا الله بسيطه لكن بتعبي الفريم. ايش هاي؟ لا من وين جايب بالنهاية القماش؟ هي 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 جابه من هون. مستحيل، لا مستحيل من الانترنت تعرف الزاوية البيرسبكتيف حتى ينهي القماش زي هيك يعني. شوف النتيجة النهائية، طلعوا هاي الصورة الأصل، طلعوا بعد الإضافات اللي أنا عملتها بالترتيب. ضفنا الشمعة، بعدين غيرت كاسة القهوة هيك ضفت عليها رغوة، الورد اللي هون غيرنا، زبدية الفراولة اللي ورا، العصير، وقطعة القماش اللي هون. صراحة الموضوع رهيب جدا. طلع هاي لحالها قصة، كيف بلشنا كيف نهينا. النقطة الأخيرة خليني أفرجيكم مستوى غير كل اللي عملته هسا. بدي أفتح صورة جديدة، خلينا نعتبر أنه بدي أطبع ورقة A4. هاي بدي أروح على البرنت وهي بدي أنقي ورقة A4 تمام، هاي كريات، وبدي أجي أقول له عبي لي هاي الصورة كلها جنريت فيل، بدي تعبي لي إياها خضروات وفواكه وزبدية رز من الصفر. هذا هو أعلى مستوى، انت من الصفر صرت تبني. هاي عمين راح تاثر على مواقع الاستوكات، راح تاثر. خلينا نشوف شو راح يعطينا النتيجه. حلو، هاي الصوره غير حقيقيه ابدا ابدا، هاي من الذكاء الاصطناعي صممها من الصفر. فهلا انا شو بعمل؟ ببلش اكون هون، بدي انا مثلا جريل تشيكن جاد مشوي. فهون انت راح تبلش تصمم من غير ما تحتاج مواقع الاستوك. هاي بدي اسالك اياها انتم يا مصممين، كم تدفعوا اشتراكات على مواقع الاستوكات وقد ايه راح تفيدكم هاي الشغله؟ هذا اولا. وثانيا هون في خطر على اللي بيصوروا ستوكات. هاي دجاجة مشوية معلم، روح على صحن. انه صور الستوكات راح يكون سوقها بخطر، بدكم تنتبهوا لهذا الاشي. طلع يا الله يا الله، طلع رهيب رهيب رهيب. هاي هون بدي اضيف مثلا كاتينج بورد. هاي الصورة غير حقيقية ابدا، بدي تركزوا معاي. هو لحاله حدد اللايت، انا بس قلت له بدي خضار وفواكه وصحن رز، بعدين بدلته بدجاج مشوي. وركزوا معاي انه هذا كله ليرات. انا هلا بقدر الغي الدجاج المشوية ورجع الرز اللي كان موجود. هلا انا اخذ جزء من الجزر، فاشوف راح يعطيني كاتينج بورد كبير ولا راح يعطيني جزء. هاي كاتينج بورد، هاي واحد، هاي اثنين، هاي الخيار الثالث تمام. بديش الدجاج، هاي بلغيه، برجع الرز. هاي كلها مثلا بدي احطها مثلا صحن فواكه مقطعة، بليت اوف فروت سلايسز، هاي جنريت. بدي تبدل هاي المنطقة كلها، في جزء من التفاحة ماخوذ خلينا ننتبه، والجزء الثاني وكمان ماخذ جزء من الموز، بدي بدله بصحن فواكه مقطعة. هاي بداية، فنشوف فواكه ايش راح يعبي، هو يختار الفواكه بكيفه. الموضوع خرافي صراحة. طلع يا الله، طلع الخيار الثاني. خلينا أجاوب سؤالين مهمات جدا. يا ليو، هل مهنتنا كمصورين ومصممين انتهت؟ مع هذا الحكي الموضوع مخيف صراحة يعني. مش انتهت حبيبي، لكن هي أداة. هلأ الخوف
على اللي ما بيواكب اللي عم بيصير. وركز معي، الموضوع عم بيصير كل ساعة، عم بتعدل إشي جديد وبنزل موضوع جدا سريع عم بتطور. فما بالك اللي لسه ما بيحكي إنجليزي ولسه ما بيستخدم كمبيوتر وبيشتغل فوتوشوب لكن بيشتغل على الإصدارات القديمة، تمام؟ فهاي المشكلة الأولى اللي بدك تنتبه لها. فهذا أنا بضمن لك رح ينتهي من سوق العمل، لأنه من بكرة، هاي من بكرة، إحنا إيش تاريخ اليوم؟ 25/5/2023، 26/5 نبحث عن مصمم له خبرة بالذكاء الاصطناعي. أسا أنا إذا عندي شركة بدي أوظف مصمم بدي يفهم بالذكاء الاصطناعي يا عمي، ما غير هيك ما راح اقبل. زي اي موظف مثلا سكرتيرة بتفهم ببرامج وورد واكسل الى اخره. فهي النقطة الاولى اللي بدك تنتبه لها، بدك تلحق تواكب. هذا اولا. ثانيا، هل مهنتك انتهت؟ لا حبيبي، زي لما نزل الفوتوشوب ونزلت التعديلات عليه، السلكشن اللي عليه، كل شيء عم بتطور وعم بفتح وظائف جديدة، عم بلغي وظائف قديمة لكن عم بفتح وظائف جديدة. ركز بهاي النقطة، انه هو ما راح يلغي وظيفتك كمصور، لانه اول اخر انت لسه بدك تعطيه الاوامر، هو بيعبي من عنده، لكن عنده شوية اخطاء الى اخره، هاي عم بتسرع شغل. فانت راح تعمل تصاميم وتتخيل، هذا اللي انا بدي اياه، راح يصير التركيز على خيال الفنان انه ايش ممكن يوصف الالوان والزاويه الى اخره. ثانيا، طب يا ليو بالنسبه للمسابقات، المسابقات اللي انت راح تعملها كيف راح تميز اذا الصوره حقيقيه او لا؟ حبيبي في طريقه واحده حتى بالمسابقات العالميه بيستخدموها، الصوره اللي بتطلع من الكاميرا بتكون رو، يعني لا يمكن تعديلها، هاي بتطلع من الكاميرا مباشره وما بتقدر تطلعها من اللابتوب. فانت لو اخذت على اللابتوب وعدلت، بيطلب منك اللجنه انه فرجينا الصوره الاصل اللي طلعت من الكاميرا، وبيعملوا مقارنه وبيشوف تعديلة. فمن ناحية مسابقات إذا فيها مصورين محترفين، هاي بريحك من هسا، في طريقة نعرف المصور المحترف عن طريق الصورة الأصلية طالعة من الكاميرا، تمام؟ ما بعرف يعني، مستني ردة فعلكم. أنا إنسان عم بواكب التكنولوجيا، مش ملحق صراحة مع شغلي. بنحكي عن طريقة التنزيل على السريع حبابي. أولا بدك تكون مشترك ببرامج أدوبي، بيكون عندك اشتراك، فبدك تدخل على موقع adobe.com تشتري البرنامج، ما بيكون النسخة المكركة، هذا أولا بدك تنتبه له. ثانيا، لسه ما نزل الذكاء الاصطناعي على نسخة الفوتوشوب اللي موجودة على لابتوبك، لازم تنزل النسخة التجريبية اللي هو أدوبي فوتوشوب بيتا. النسخة التجريبية من الأدوبي فوتوشوب نزل عليها الذكاء الاصطناعي، لأنه فيه كرشات وفيه لسه شوية مشاكل قبل ما يطلقون الناس. فبدك تدخل على الكرياتيف كلاود عندك على اللابتوب، وتروح على البيتا أبس اللي فرجيك إياها، بس تفتح هاي هون، بدخل على الابس، بعدين تحت على اليسار في البيتا ابس، بعدين في الفوتوشوب بتنزله. طبعا لسه في الالستريتور والبريمير، هاي البرامج كلها الالستريتور كمان فيه شيء بالذكاء الاصطناعي، بس انا ما بشتغل بالالستريتور، ما بعرف صراحه شو تغير عليه، ما بيهمني كثير. فديزاينري يحكوا لنا شو تغير بالالستريتور، وحاب اعرف صراحه رايكم، يعني انا بدي اشوف شو تجاربكم انتم، شو قادرين تعملوا معاه. واو، يعني انا اليوم سهران عليه صراحه. بس يعطيكم العافيه حبايبي، ونراكم في الحلقه القادمه من الذكاء الاصطناعي. اتذكروا دائما حتى مع الذكاء الاصطناعي انه كل شخص فيكم مبدع، وهلأ اجت الفرصة انه تميز ابداعك اكثر لكن بطريقتك الخاصة. يعطيكم العافية حبايبي، بشوفكم بالفيديوهات القادمة، مع السلامة.